كده تحليل للشوط الاول، الاهلي والزمالك الشوط الاول بللم، الاثنين خايفين من بعض قوي وعاملين حساب بعض قوي، ولكن انا بلوم على نادي الزمالك قوي، لان نادي الزمالك يمكن ما عندوش نفس الغيابات اللي عندي النادي الاهلي، اللي ممكن تخليه انه ممكن نادي الزمالك يخطف. نادي الزمالك لو في جرأة شويه او في لعيبه في جبهات اشتغل الجبهات، يعني مثلا جابت علي معلول مع زيزو مفيش مسانده، مع عمرو السيسي الشمال مفيش مسانده، مفيش لعب على محمد هاني في اليمين، مفيش حاجه خالص من مصطفى شلبي. النادي الاهلي في جاب كبير جدا، في فجوه كبيره جدا ورا حمدي فتحي وديانج، طبعا لان الرباعي القدام اللي هو ما بين قفشه ما بين حسين الشحات وكهربا واحمد عبد القادر اللي مش موجود، واعتقد ان في تغييرات كتيره جدا هتحصل الشوط الثاني، لان انا شايف ان النادي الاهلي في الهجوم في يعني فجوه برضو كبيره جدا ما بين اللعيبه بعضها، ما فيش سيطره، الاثنين بيلعبوا الاثنين اول ما الكره تنقطع بيرجعوا يرتدوا للخلف. يمكن شفنا فرصتين شوط التسوبت نبيل عماد دونجا اللي عامل مباراه انا شايفها كويسه جدا، الوحيد اللي باين في نص الملعب، لكن ما فيش جماعيه في نادي الزمالك، ما فيش نقل هجمه بسرعه من نادي الزمالك، الوحيد اللي بينقل الهجمه هو حسام عبد المجيد بيطلع كره من الخلف. نادي ما فيش جبهات، ما شفناش جبهه مصطفى شلبي مع عبد شافي، ما شفناش جبهه السيسي مع زيزو، ما شفناش حمزه المسلوسي بيزيد، ما شفناش السيسي خالص، مصطفى شلبي غير متواجدين. فاعتقد ان لازم يكون في تغيير، وسيف سيف يوسف اسامه نبيل لازم يكون مكان مصطفى شلبي، وشويه اذا السيسي ما ظبطش لازم برضو يتغير، والجزيري مش موجود. فانا شايف ان في جاب كبير جدا ما بين الرباعي الهجوم النادي الزمالك، ونفس القصه ما بين النادي الاهلي. شايف كمان ان السيسي تايه جدا، ما فيش لعب ورا، قلنا ما فيش لعب ورا ديانج وحمدي فتحي، ما فيش مسانده مع محمد هاني وحسين الشحات، ما فيش مسانده مع علي معلول واحمد عبد القادر. شفنا يمكن الشوط الاول كله ومفيش نادي الزمالك مش قادر يستغل ان عارف ان في خالد عبد الفتاح جديد ورامي ربيعه بيلعب في مكانه ومحمد هاني. يا جماعه والله ان الفرصه لو نادي الزمالك بينقل واللعيبه بتلاقي بعضها وبتقرب من بعضها، صدقوني نادي الزمالك ممكن يبقى احسن من كده. النادي الاهلي لو وصل هيخلص، النادي الاهلي عنده لعيبه ما بتهزرش، لو قدروا يوصلوا سهل لمرمى نادي الزمالك هيخلصوا. الفرصه هي دلوقتي متاحه للاثنين، اللي يخلص على الثاني اللي عنده جرأه وعنده كثافه عدديه في الهجوم وهيزيد بكثافه وينهي الهجمه هو اللي له الافضليه. انا شايف الى الان لحد دلوقتي ما فيش، يعني قلنا يعني لو بصينا احمد عبد القادر مش متواجد خالص يا جماعه، معالي معلول علي مع زيزو ما فيش مسانده، بيلعب لوحده على مين؟ على رامي ربيعه، وبيلعب كمان على مين؟ على علي معلول. فانا شايف النادي الزمالك لو في تركيز اكتر والتغييرات، انا اقول الشوط الثاني شوط مدربين، لان في جاب كبير جدا في الهجوم في النادي الاهلي، ومفيش برده فرديه وفي مساحات كبيره جدا. وشفنا امام عاشور بيميل برده لمصطفى شلبي، مصطفى شلبي اساسا مش موجود، عبد الشافي عايز يطلع مفيش حد بيلعبه عبد الشافي. وكمان في نقطه كبيره جدا ان الاهلي مش واخدين بالكم منها، ان حسين الشحات بيلعب على عبد الشافي اللي قد والده، ومع ذلك مفيش شغل، مفيش اختراقات من جهه عبد الشافي، مفيش محمد هاني بيزيد، في حاجات غلط. وانا شايف ان الشوط الثاني هيكون شوط مدربين، ولازم يكون في تغييرات من الاثنين، لان الماتش سهل اي فرقه حبه عندها جرأه وعندها شغل المدرب ان هيطمع في الماتش هيخلصه. نادي الزمالك لما بيقطع كوره كله بينزل تحت الكوره، النادي الاهلي كذلك، مفيش ضغط على الفرقتين من قدام، كله بينقل وبيطلع بالهجمه سهل، مفيش ضغط عالي. المهم الشوط الاول شايفينه، انا شايفه ممل جدا وخوف زياده على اللزوم، انا شايف لازم يكون في تغييرات الشوط الثاني.